خيرا سيدة أسليهان، ما هو سبب جمعك لنا؟ سادتي، فرساني، تعلمون أننا اتخذنا التدابير بعد غياب كيرجا المفاجئ من القبيلة. يجب علينا الآن أن نزيد هذه التدابير أكثر، لهذا السبب جمعتكم. ولماذا نزيد هذه التدابير؟ أتى خبر من قبيلة الكاي، تم اختطاف غوندوز ابن السيد أرطغرل. ماذا؟ من يفعل هذا؟ كيف يتجرؤون على هذا؟ كيف يحدث هذا؟ هذا غير معقول. الذين يجرؤون على اختطاف ابن السيد أرطغرل سيفعلون أي شيء، لهذا السبب نحن سنقوم باتخاذ تدابيرنا أولاً، وبعدها سنتكاتف مع إخوتنا من قبيلة الكاي. نعم نعم، السيدة أسليهان تقول الصواب. هذا المفروض. نعم معها حق. إنها تقول الصواب. هذا صحيح. يا أبطال، يجب مضاعفة عدد الحراس، ولتتجولوا بدوريات داخل القبيلة. أمر السيدة أسليهان. سادتي، وأنتم خذوا تدابير السلامة. أمرك سيدة أسليهان. هناك من يلعب لعبة كبيرة معنا جميعاً. تكالب الأعداء وهم يأتون إلينا كالسيل الآن. إن لم نتكاتف مع بعضنا البعض ونقف كالسد، فسيبتلعنا هذا السيل ويذهب. السيدة أسليهان تقول نعم. الصواب. يجب أن نتكاتف جميعاً. نعم، السيدة أسليهان تقول الصواب. صائمة تقول الصواب. معها حق. نعم صحيح. أتسمح لي سيدي؟ أسمح، تعال. هل وصلت أي أخبار؟ لا سيدي، ليس بعد. جئت أخبرك بأمر آخر. ما هو؟ السيدة أسليهان ضاعفت التدابير اللازمة في القبيلة، جمعت السادة والفرسان وأعطتهم التعليمات. ما الذي تفعله؟ هل شكت بأني سأقوم بهجوم؟ أين أنت سانجار؟ لما لم تأخذ رأس تورغوت بعد؟ هناك خبر آخر سيدي. غوندوز ابن السيد أرطغرل قد تم اختطافه. ماذا تقول كياتكين؟ ابن السيد أرطغرل؟ ومن قبيلته؟ ومن قام باختطافه؟ لا نعلم. إذا فأسليهان زادت التدابير لهذا السبب. بما أن ابنه قد خطف، فعقل أرطغرل سيكون مشوشا، وعندما نأخذ رأس الكلب تورغوت سيكون الوقت لصالحنا. هيا سانجار، هيا هيا. لم يأتي خبر إلى الآن سيدي. أيمكن أن يكون حدث شيء لسانجار؟ ماذا قلت؟ تفوهي بالخير يا امرأة. أتسمح لي سيدي؟ تعال كياتكين. سيدي، تورغوت، لقد وصل تورغوت إلى القبيلة. يا إلهي، ما الذي قلته كايا؟ سانجار، أنت ابقي هنا. خيرا. ما الأمر؟ ماذا؟ أين بقية المحاربين؟ ما الأمر؟ ماذا حدث معهم؟ ماذا؟ أين محاربون؟ إنه مصاب. نعم مصاب. ما الأمر؟ ماذا حدث؟
أين هم أبطالنا؟ أين بقية المحاربين؟ ما الذي حدث؟ إنه مصاب. ترى ما الأمر؟ يا إلهي، إنه مصاب. أين بقية المحاربين؟ أين هم أبطالنا؟ ماذا حدث يا سيد؟ لماذا لم يعد الأبطال؟ أين بقية المحاربين؟ ماذا حدث؟ سيد أوركوت، ماذا حدث؟ أين إخوتنا؟ ماذا حدث؟ سيد أين بقية المحاربين؟ ما الذي حدث؟ أين هم أبطالنا؟ أين إخوتنا؟ يا رجال، ماذا حدث؟ سيد أوركوت، ماذا حدث معه؟ ماذا حدث معه؟ أين هم أبطالنا؟ يا إلهي، أين بقية المحاربين؟ انظروا إنه مصاب. ما الذي حدث لنا؟ يا إلهي، قل لنا ما الذي حدث؟ هل استطعتم العثور على كيرجا؟ أين إخوتنا؟ من الذي فعل هذا؟ هناك من نصب لنا كمينا، كانت وجوههم مغطاة، لكن كلهم نالوا عقابهم. خذوه إلى الخيمة وعالجوه. سانجار، كايا تكين. نعم سيدي. اذهب فورا إلى سانجار وآتني بأخباره بسرعة. أمرك سيدي. تورغوت، تورغوت، إن فعلت شيئا لابني أقسم إنني سأهدم الخيمة على رأسك وسأخذ رأسك أمام الأهالي دون أن أتردد. ما الأمر تورغوت؟ أين هم الفرسان؟ وقعنا في كمين. ماذا قلت؟ من؟ من الذي فعل هذا؟ لا أعلم، كانوا كقطاع طرق وقد غطوا وجوههم. كيرجا أولا، ثم هذا الكمين. ما الذي يحدث معنا تورغوت؟ أيا كان من نصب هذا الكمين، كان يعلم أنني ذاهب إليه. أنا أشك ببهادير. ربما ليس هو من فعل هذا. أتانا خبر من قبيلة الكاي، غوندوز ابن السيد أرطغرل. ماذا حدث له؟ غوندوز اختطف. من؟ من الذي خطفه؟ لا أشك إلا بشخص واحد. الحاكم أرس. ربما يكون هو أيضا من نصب لكم هذا الكمين. إن شئت اذهب إلى السيد أرطغرل، لا تدعه وحده ولا تقلق علينا هنا. لقد زدت من جميع التدابير، لن يحدث شيء بإذن الله. نفسي تأكل بعضها، لكن الوضع هنا خطر. إن تركتكم وذهبت سيستفيدون من غيابي. من الأنسب أن أبقى هنا. السيد أرطغرل سينقذ غوندوز من دوني بإذن الله. إن شاء الله.